ألف مبروك للأهلي، هالدك للرائد أبو نتلي. في الحقيقة لو بدي أكتب عنوان بكرة صحيفة بكتب خسر الأهلي وفاز السومة حاليا، يعني الأهلي خسر المباراة واللي فاز عمر السومة اليوم. يعني بنطلع ما فيش فريق فعليا كان على أرض الملعب، حتى هدف التعادل الأهلي كانت تشتيتة أساسا من الدفاع وليست كرة طويلة. يعني شفنا اللاعب ما لقي خيارات فلعب، خط وسط مش موجود، فريق متباعد، فريق مفكك، حتى السومة وجانيني قبل الهدف مش موجودين كثير، وجود الاثنين مع بعض دائما بيطرح علامات تساؤل خاصة لما خط الوسط الآخر يتفوق. بكل شيء ما كان موجود الأهلي، الرائد كان متفوق. في لاعب واحد لاعب خارق بنعرفه من سنين في الدوري السعودي ظهر خلص المباراة وأخذ 3 نقاط. ففعليا يعني لو في لجنة بعد المباراة ممكن يعطوا نقطة للرائد وياخذوا منهم نقطة. يعني بصراحة الأهلي بس فاز بالسوم، بعيد كثير عن المستوى. مش مشكلة الممكن. الأهلي يعني أنت تتوقع هذا الأهلي ممكن مع الأيام يكون فيه خلينا نقول ترابط بين الخطوط، انسجام، ولا انت حاسس انه مشكله الاهلي مش انسجام ولا ترابط بين الخطوط؟ اعتقد كل شيء بيصير في الاهلي انه هو مش فريق واحد، في شيء غلط. يعني زي ما هو مش نادي واحد هو مش فريق واحد في الملعب، مش فريق واحد. بتبين معك لما واحد يخسر كره اللاعبين الاخرين يعني رده فعلهم اقل، بتبين معك تفاصيل صغيره. يعني تحس انه في شلليه داخل الملعب، في شيء شلليه، اجواء سلبيه بتخلي اللاعب اصلا تعرف كيف، يعني مش فارقه معه كثير، بس في مش فريق واحد. هذا مش فريق واحد بيلعب مع بعضه، مش فريق واحد بيقاتل مع بعضه. ملموسه يعني في المباراه الاهلي ما بتحسش انه كانت فارقه معه، هو متاخر 1-0. يعني ما في، ما بتحسش اي لاعب حابب يرجع بالتعادل. يعني هي هالدقيقه اللي حميوا فيها وجابوا الفوز وراح اللي جابها السومة خلص السومة. وفعليا يعني ما بتحس حتى بعد فرحه هدف الثاني للسومة، ما بتحسها فرحه مجنونه كافيه انك بدقيقه انت كنت خسران لفايز اللعيب مع بعض. في شيء غلط في الاهلي، ما بعرف. ممكن اللي بنسمعه عن مشاكل النادي بشكل عام مأثره، ممكن اللي سمعناه عن العلاقه بين اللاعبين والمدرب مأثره، بس مش الفريق نفسه. يعني انا ما تحس فيهم روح الفريق الواحد، مع انه فريق مرشح للقب. يعني ما تحسش فريق بفكر انه له امل باللقب، يعني عادي. عناصريا الاهلي قادر انه ينافس ويعمل اشياء كثيره هالموسم، في كثير مباريات اثبت انه قادر. لا عناصريا طبعا عنده لاعبين جيدين. لا الاهلي عنده لاعبين جيدين في المواجهه على ارض الملعب، عنده لاعبين ممتازين. يعني عنده الخيارات اللي يقدر يلعب يجيب لقب، كل واحد واسلوبه. يعني ما بيقدر يلعب زي الهلال، بس بيقدر يلعب كالاهلي ويجيب لقب. انا شايف انه بيقدر ينافس، بس المشكله اللي عنده فعليا التغييرات اللي حصلت، اكثر من لاعب مره تقدم يصير مهم بعدين بيرجع دكه. ونفس الشيء حتى الخطه، يعني نتكلم جانين وسوما، وصلنا فتره بنحكي انه لازم الاثنين ما يلعبوش مع بعض بهذا الموسم، وما لعبوش مع بعض لفتره والفريق تحسن، بعدين رجعوا يلعبوا مع بعض، بعدين صرنا نحكي بيلعبوش مع بعض، بعدين تحسنوا مع بعض. في شيء من التذبذب حتى مستوى اللاعبين. يعني بتحس السوما اليوم جاب جولين بدقيقه، بعدين ممكن يختفي 4 مباريات. يعني في ما فيش ولا لاعب ثابت مستواه في الاهلي، في شيء غلط في النادي. واعتقد هي مساله رده فعل اللاعبين مع الهدف الثاني اللي هو في دقيقه. انا والله بجوز اكون غلطان، بس يعني بتحس انا بقولين بدقيقه انا بدها جنون شوي اكثر. يعني بدها كارت اصفر ياكلها كم اللاعب، يعني مش هيك. ما صار شيء. ما صار شيء.